فلج دارس، ويقع في قلب ولاية نزوى بالمنطقة الداخلية، ويعتبر من أشهر الأفلاج الداودية بالسلطنة وأكبر أفلاج المنطقة الداخلية، حيث يبلغ إجمالي طول قنواته حوالي 7990 متراً، ويتكون من 3 سواعد شهيرة هي الساعد الرئيسي والساعدان الشرقي والغربي، ويستمد معظم مياهه من وادي الأبيض، وله أهمية كبيرة في ري مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية بمدينة نزوى.